قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. جديد إلى 90 دقيقة أخبار، إذن تمام 6:06 على قناة أنهار. إلى شأن أمني الآن، حيث أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملية للضرار اليوم الثلاثاء أحبطت محاولة إدخال كمية من الأسلحة والذخيرة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وجاء في ذات البيان بأن العملية كانت بإقليم ناحية العسكرية الثالثة صباح اليوم في حدود الساعة 57 دقيقة بعد دورية استطلاعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي بمنطقة تنزروف بوادي الجوف، مكنت من اكتشاف مخبأ يحتوي على 10 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وقاذف صاروخي من نوع RPG-7 وثلاث قنابل دفاعية وخمسة أجهزة اتصالات لاسلكية وكمية معتبرة من الذخيرة. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.